فريضة لها عشرة فضائل تختص بها من دون باقي الصلوات حياكم الله معكم اخوكم عبد الله وصلى الله عز وجل منه وكرم يتقبل منا جميعا هذه الصلاة المكتوبة التي لها عشرة فضائل هي صلاة الفجر خصت هذه الصلاة بفضائل كثيرة لأنها تختلف عن باقي الصلوات فباقي الصلوات تصليها بكل سهوله ولكن هذه الصلاه تحتاج انك تجاهد نفسك لها، قد تكون نايم مرتاح في نومك ولكن تحتاج انك تقوم لتصلي وباذن الله عز وجل راح نتعرف على الفضائل التي اختصت بها هذه الصلاه. اولا النور التام يوم القيامه، المصلي منذ ان يخرج من المنزل الى ان يصل الى المسجد فهو يتقلب بالبشريات وسيكون من أهل النور التام يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة والمقصود بها صلاة الفجر البشارة الثانية أن ركعتي السنة خير من الدنيا وما فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها والمقصود بها السنة فما بالك بالفريضة البشارة الثالثة أن المنتظر لصلاة الفجر هو في صلاة حتى يؤديها قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى المسجد في كل خطوة يخطوها عشر حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. البشارة الرابعة أن الملائكة تشهد له، تأمل معي من يشهد لك هم الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا أي أن الملائكة تشهد له. والمفرط لصلاة الفجر ليس له شهود. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: تجتمع ملائكه الليل والنهار في صلاة الفجر، ثم يقول ابو هريره: فاقرأوا ان شئتم ان قران الفجر كان مشهودا. البشاره الخامسه وهي دخول الجنه والنجاه من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي صلاة الفجر وصلاة العصر. البشارة السادسة وهي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فعن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة، أي يعني ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا اي صلاة الفجر وصلاة العصر. البشارة السابعة وهو ان تنال اجر قيام الليل، تاخذ اجر كانك قمت الليل كله، قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكان مقام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكان مقام الليل كله. البشارة الثامنة ان الملائكة تدعو لك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه تأمل معي أن الملائكة تدعو لك البشارة التاسعة أنك تنال أجر الحج والعمرة قال صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة أي صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 البشارة العاشرة وهي أن تكون في ذمة الله قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فهذه عشر فضائل تتحصل لمن يصلي صلاة الفجر